زد رصيدك زد رصيدك زد رصيدك زد رصيدك زد رصيدك. السلام عليكم وسعد الله صباحكم كل خير وحياكم الله معنا في حلقة جديدة من فقرة كلام اليوم. كلام اليوم بمن حضر؟ تفضل. حياك الله. كلام اليوم بمن حضر؟ تفضل تفضل يا السلام عليكم. ترى هذه معناتها ان احنا يعني واقعيين صريحين بان دخلنا على الوقت حتى لو كان يعني الناقد منشغل او طارئ. لا طارئ لان في النهاية هذه الفقرة منكم واليكم ولا عندنا أي مجال للمقاطعة. طيب اليوم محاور كثيرة إن شاء الله راح نتكلم معاكم فيها ونشارككم. ما في إيش؟ آه حلو. ما جاء عادي صح؟ إيه حلو. كان في اتفاق أخوي أحمد. أخوي أحمد الحين ترى أنه ما عنده متسلق نتمشكل معهم. تبي يجيك الكنترول نتمشكل عشان نتفاهم. طيب حلو. سؤال بس يا اخي في شيء كنت ابي اسال بس ما ادري. اليوم ما في شريط صح؟ اليوم ما عندنا شريط. موجود شريط؟ طيب اعطيني الشريط خلي الجمهور يستمتع. خليني اشوف كذا تشخيصه اليوم. ترى التشخيص الجديده. هذا الامر الاول. الامر الثاني في حاجه مهمه كان لازم اقولها. جمهورنا شاركونا من هو المتسابق اللي راح يحصل على 100 ريال رصيدي، لأن في النهاية هذا حق للمتسابق لا نحجب عنه أي شيء عبر تاج البرنامج. شاركونا اسم المتسابق وراح نسحب عن 5 متسابقين إن شاء الله. واليوم معنا 300 ريال. اليوم الأربعاء بكرة الخميس نومنية خلاص. اليوم إن شاء الله راح نوزعها. علي عندك 100 وأنا عندي 200 وقد أهدي أحد الشباب 100 يعني. لأن في النهاية أنا ما لست ديكتاتور. يعني إيش زودك علينا معك 200 وحمد؟ لأني أنا مقدم الفقرة فهذا هو الزود اليوم. مزود النشاط كل جهازي 100. أول شيء تقييمكم على هنا صح؟ هنا ها؟ تقييمكم عليها. صباح الخير ونسد صباح معي أنتم معي بالعلاقة ما عليش. لا ذكرت مصر عدلان قال أنا راعي المقاطعة ومشى وخلى أخوياه. أمس مشينا لك أمس ورحبنا بأمرك ورحبنا بأمرسنا وقبل أمس كذلك. سؤال محمد دايرم وينه؟ راح يسلم على الزملاء. يلبس المايك أول عندكم؟ أول شيء رحب. أول شيء حلو ياخذ دروس في الإخراج محمد. صباح الخير أخوي علي الغامدي. مسبب مشاكل الغامدي. أسعد المشاهدين عم تسابقين الكرام في ليلة إن شاء الله تكون باردة عكس الماضي الدافئة وإن شاء الله نكون بخير وطيبين. أسلمكم وأسلمكم والأمور طيبة وإن شاء الله كلهم خير. تفضل أخوي فهد. حياك الله أستاذ علي. أنا إن شاء الله تعالى أعتقد أن نحن نجيب سبق في كلام اليوم. ما حد قد سبق أن ضيوف فقرة ضربوا المقدم إذا أذن نحن ما يرحبهم. صح. هذا كلام غير مقبول مردود على المقدم. هذا يدل على إذا دل على 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 أن فيه برد اليوم وعندي الركب والمفاصل عرفت والله الكتوف. صح احسنت. الله يعطيكم العافيه. تفضل اقطع الكاميرا. كنت متسابق سابق صح اخوي محمد؟ ما شاء الله تبارك الرحمن. والله العظيم اهنيكم. يعني فقره كلام اليوم 15600 عبر اليوتيوب غير منصه جاك وغير منصه اس تي سي تي في غير اللي يتابعونا خلف الشاشات. وهذا اثبات ودليل وبرهان ودلاله واضحه وجليه امام الملا بان فقره كلام اليوم هي المحرك الرئيسي للبرنامج وهي الأساس دائما وأبدا. محمد بن دعيرم صباح الخير. يا هلا والله. يا هلا ومرحبا. يا هلا أستاذ تركي. يا هلا عليك الخير وعلى الأخوة المشاهدين أمام الشاشات وعلى الأستاذ علي الغامدي وعلى أستاذ فهد معيان. يعطيهم العافية. أبو دعيرم وش يقول للحرامي أو وش قال الشاعر في الحرام؟ احترامي للحرامي صاحب الميد العصامي أبيات شعير على الأمير عبد الرحمن مساعد. أكيد والله تصدق معي موقف مع هذا الأبيات ذكرني على موقف عظيم. موقف عظيم. صدق والله. لا لا أخوي فهد. أخوي فهد هلا. أنا سألت مع محمد تمام. أنا المتسابقين علموني شيء إني كيف أبيع خوي على الهواء. فأنا سألت محمد ما سألت. صدقت والله. وانت جاوبت. بس هذه دلالة على شيء. تدري وشو؟ إن القلوب صافية. هذه دلالة نقية. وما حد زعل من الجلسة. نعم. قلوبنا والله الحمد فل اتش دي يا أبو. نعم. نحن متحدين متفقين. نعم. إيه. فودي أعرف وش الموقف اللي صار مع القصيدة في ما. لا لا ما 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 يصلح. بس عبد الحميد عبد الرحيم جايب فروة. أحمد خلاص يكفي والله والله يا أحمد يكفي. ثلاث ساعات جالس. جايب محور. جيب فروة. أنا للأمانة كنت حاط محور في أفطر في القرية قبل شوي أدور المتسابقين. لا ما تفطر. طيب وش قال؟
عطنا الموقف استاذ محمد لا مو موقف لا هو شوف اليوم انا مسلم اذا انت بتكمل اداره الحلقه تعال خذ الالبيس والله ودي والله على الاخلاق هذه والله ودي تمشي ما عندي اليوم انا بقدح يعني ما يقدر يلا وقف يعني ما يقدح الا ناصر الغامدي ما فوق كلنا نقدح موضوع القدح راجعين لجمهورنا العزيز طلباتكم ورغباتكم اكيد طبعا ذكر انه اليابسي ودحام للاسف ما خصم عليهم ولكن راحت عليهم نقاط جاكو بما انهم هم من اثنين الابرز فاتمنى انكم يعني تناشدون الاستاذ ناصر الغامدي بان يرد المبالغ الماليه اللي راحت عليهم فعلا هو يغرد يقول كيف القدحه خل بالتوفيق لكم ان شاء الله في البرايم والنمنيه واذا طلعتوا نشوف ثلاث ساعات ايش راح فيكم ابو دعير وش قلت في الحرام يقول هذا شيء من زياده عدد يا حرامي نظرة عيونك تدينك مستحيل اللي يشوفك ما تجمرك كم ضحية قلبها راح بيمينك حر جوف الناس جاب أسباب جمرك الله. أنت غير الحور عين الحور عينك غير تمره للحشا محصول تمرك لا تضيعني وأنا رهن اليدينك فعلك فعلي الماضي حصل من فعل أمرك خل هذه السالفة بيني وبينك طول عمري وأنت عمري طال عمرك يلا الله صح لسانك طيب نبدا محاورنا اليوم باعلان نتيجه الشيخه لهذا الاسبوع للمتسابق اللي حصل على اربع ساعات ممكن اكمل اخوي احمد ولا تعال كمل الحلقه بدالي اليوم خلاص في الوجه اي ما يحتاج تفضل خربت الحين يلا الحين متسابق شلون نقول نكمل ولا كمل احنا متقنين ضدك فلا تحاول تاخذنا احنا مره من تتوقعون حصل من تتوقعون من تتوقعون حصل على الشيخه ما ادري عباس من والله ما شفت ما اتوقعون طيب المتسابق تعطينا الهاوس الهاوس فوض مقاطعين طيب ما يحتاج تعطينا الهاوس لانه مو موجود اصلا طيب المتسابق الحاصل على الشيخه لهذا الاسبوع محمد اليابسي ولكن محمد اليابسي زملائي الأعزاء حصل على شيخة القرية بعد إقفال القناة للتصويت معناتها ما كان في تصويت وهمي علما بأن من سبق حصل عليها دحام الضحيك والحساب مفتوح دغش لغادرنا وإن شاء الله دعوتي له بالتوفيق ويكمل مسيرته خارج البرنامج لأنه لا مجال للعودة في المنافسة في زد رصيدك كيف تشوف هذه التتويج وحصول محمد اليابسي وأعتقد أنها دلالة على أن محمد هو يعتبر من الأعلى جماهيرية في البرنامج تفضل وشرتك عافية لكن هذه إسقاطة محمد مو من الأعلى جماهيرية محمد باقي الآن ما أحد يعرف إلا أخوياها 26 وبرا يمكن 26 واحد حلو. فباقي الآن لسه من الأعلى جماهيرية وباقي الآن يكتب اسمه من الرصاص لكن الله يوفقه ممكن احنا حاولنا انه نقفل الموضوع عشان نقدر نوقف الوهمي والحمد لله ممكن حصل عليه واحد من الشباب العاديين البسيطين اللي ما عنده دعم وهمي وان شاء الله تكون مكرر الاسبوع القادم واللي بعده على يعني شيوخ اخرين في القريه لكن عندي نقطه واحده قول ليش يسلم وهو خارج القريه لانه كان فيه اتصال من الاستاذ ناصر الغامدي قدحه على كلامه نسميه زد قدحتك مو زد رصيدك يعني في تساوي الفرص للزملاء تخيل معي ان السفراء علي العمري وفيصل بن هدلان ما اختيروا للخروج ثلاث ساعات او اربع ساعات تم اختيار دحام وتم اختيار اليابسي شوف علم شغله تفضل علمني شغله بدينا البرنامج من قدحه اخونا راكان بملهي اول فقره صحيح في اختيار سته على كيفه ومن ثم اختيار برضه كذلك السته الاخرين برضه كذلك من كيفه في الفقره الثانيه ثم اختيار الاثنين الاخرين فنحن لابد ان نقدح وقدحه البهري وقدحه وقدحه ناصر وقدحه لابد ان نقدح نعم يعني سحب التاج بيطلع في التاج مين دحام هختار ابو لبن حقك حيطلع ابو لبن هختار مين الفهري هذا مو قدح اقدح اقدح جيد مبروك ربحت 70000 70 اهدى وش قدح ناصر طلع اقوى عقوبه ممكن تصير في القريه على الواحد اذا نعم اذا الساعه ب 2000 ريال عندك اربع ساعات في 2 ب 8000 ريال طبعا لو تم السماح لهم خلاص من الاداره يعني هو خروجهم نظامي لكن احنا نتكلم هل سعود وافق تحت ضغوط انا ما نعم هل وافق تحت ضغوط الصداقه لا يقول دق علي انا وانا ما ادري دقيقه يا اخوان هو في سؤال جوهري صدق اسال الحين استاذ ناصر الغامدي ايه؟ مو امس فقرته صحيح بيصفه يجي يدخل يوم ويجي ويطلع اثنين
والله باي صفه صدق والله اسال فريق الاعداد مجلس يا بالعزيز آه اسال فريق الاعداد إيه؟ ما يصير هذه المعلومه الغايبه اذا جاء وقت فقره زد خيرك اوكي طيب الحين المتسابقين الباقيين وش ذنبهم؟ هو في الله لا هو ناوي يقدح كل اسبوع فالان كم عندنا الاسبوع الباقي في البرنامج؟ 8 اسابيع كل اسبوع اثنين 16 واحد شلون 8 اسابيع؟ باقي شهرين او شهرين ونص كم؟ 10 اسابيع اسبوعين زياده في اثنين يعني يطلع لك 20 متسابق هو طلع اليوم اثنين يعني 22 متسابق ليش طلعهم شنو ليش هل في موضوع معين شيء ولا يعني هو حب يرفع انفسه انا دقيقه انا بطلع واحد لا لا هو قالها قالها طيب بناء ليش طلع اليابسي ودحام طيب سالت انا حقيقه انا سالته قال دحام هو افضل واحد سولف معي وتكلم في الحلقه كان متفاعل اليابسي قال في تصويت ما ادري وين التصويت نزل ترند ناصر الصدق ناصر اي تصويت خذ يا مسلم خذ التصريح هذا ناصر الغامدي يبحث عن الترندات يحب الترندات يحب التكفيلات هو اعتقد ان ناصر الغامدي تاثر من السناب شات كثيرا فاصبح يعامل هذه الشاشه معامله تلك السناب شات بنزل صوت دحام اخر سناب اليوم لحلقه البلاه لحلقه البلاه لقد كشفنا خطته فناصر الغامدي غريب يا اخي اساسا انك شوف اللي صار اليوم كله غريب كل شيء صار اليوم غريب اللي صار اليوم غريب من ناصر الغامدي كيف طلعتني الان طيب علي العمري من افضل الناس اللي يتكلمون في الوقف صحيح ليش ما طلعتي دائما ابراهيم ابو فمين عنده البيت هذا يكرره كل يوم 26 مره وقف عروه هذا حق وقف عروه ليش ما طلعتي ليش ما رفعت عنا احنا واحنا نتكلم يوميا عن الوقف صح ليش اي رفعنا شوف اجل المفروض الحل هذه المشكله الحين طلعوا اثنين باقي 23 صح؟ صحيح 23 ناخذهم رحله ونخلي اثنين بس 23 22 هذا المفروض خلي اثنين في القريه وين؟ خليهم في القريه يعني 22 نطلعهم احنا نقدر احنا نطلع 22 وديهم بوليفارد وديهم مونتر جاردن وديهم لا 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 مصروف مصروف ها؟ مصروف مع حساب القناه على حسابهم هم على حساب المتسابقين على حساب المتسابقين برضه عشان ما نحرجهم برضه مصروف سؤال وابغى اجابه وديهم وادي العماريه ايوه ايوه العماريه والعزبه في ذا حقت الشاي والقهوه ياخذون لكن السؤال صريح احتاج اجابه لا انا ناخذ 21 مو ب 22 لا سلطان الصباح راقد خليك من الرقد سلطان الصباح والله انا ودي اسال فضلا الامر يعطيكم العافيه تفضل تفضل شاي هل اليوم ما حصل كيف تلخصه في 30 ثانية من ناصر؟ من ناصر لابد أن يوضع حد للأستاذ ناصر ترى قال 30 ثانية لأنه أستاذ ناصر إذا هو من الآن هو يسوي هو نظامه أعطيك الطعم إذا أخذته بالسنارة خلاص يبدأ أسبوع الجاي شو يقول أستاذ ناصر الحربي الله يعطيه لا أستاذ ناصر الغامدي أستاذ ناصر الغامدي خذ راحتك حلو تمام أستاذ فهد قول لا 30 ثانية باقي 3 ثواني باقي لنا فيها شك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعطيك العافية تبي تاخذ حقك أنا أرى أن الأستاذ ناصر الغامدي مع عمله اليوم ليس لله سبحانه وتعالى إنما هو بحثا عن الترند للدليل أنه غرد كيف ترون قدحتي ايش مقدم قدحتي ايش اللي مقدم يقول انا اقدح واروح استشير الناس في قدحتي قدحتك فاشله حرمت المسكين هذا من حق جاكو انه ياخذ صدر واحنا نبغى نبحث عن مصلحه اليابسي ودحا اخذت من ثواني حقت محمد عيلم محمد عيلم السلام عليكم هلا طال هذاك العب كويس معنا شو موجود معنا موجود محمد وش رايك في اللي صار في دقيقه وليس 30 ثانيه وش رايي ما يصح الموضوع هذا السؤال الاول باي صفه يدخل استاذ ناصر الغامدي بفقره غير فقرته السؤال الاول السؤال الثاني على اي اساس اخترت هذول الشخصين طيب يعطيك العافيه وشكرا لكم كان في جلسه اليوم العصر وكان الشباب يلعبون كان في استياء من ابراهيم ابو فمين لحرصنا الدائم في فقره كلام اليوم ان الجلسات تكون يعني منظمه بشكل حلو خلونا نشوف المقطع ونرجع لكم من جديد شكرا لك حفظك الله ورعاك اخوي احمد ابوك يا فلان حلوى وسلوى زي اللهب زي اللهب زي العين وليتي ونادى يدري يدري ان ما جت الا وسلوى ان الدغاله في المزح ليست من الريالتي في شيء ان الدغاله هذا العم والله حقك مخمس زعيم السبائك الذهبية يعلنها بأن الدغالة ليست من الريالتي بشيء اليوم كان في اجتماع للسبائك الذهبية في ساحة زد رصيدك وكان في استياء من إبراهيم من المزح اللي صار وزعل تعليق السؤال الأعظم هل حصل متعب بن ثايب على المخمس المزعوم من إبراهيم أم وقفت على الدغالة
تحت ما ندري ايش صار تحت هذا اولا ثانيا اعتقد ان فقره كلام اليوم سيكون ابراهيم وفهمين منجم كبير للمقاطع المستفاده ضد المتسابقين. عندنا موضوع الدغاله هذا يعني اذا شفنا اي مزح سامي مستقبلا بنجيب مقطع الدغاله اي واحد من المتسابقين بزعلنا بنجيب مقطع المخمس المتسابقين امثال هؤلاء اللي يمشون الان في الساحه كل ما شفناه بنتذكر مقولته يا اخي هؤلاء سبائك واخوياي 26 سبيكه ذهبيه. نعم. اسلم اخوي علي السؤال الاعظم الشباب ليش صاير نفوسه مره ضيقه؟ اوكي قاطعتوا كلام اليوم قاطعتوا الدنيا قاطعتوا فرق الدعم قاطعتوا فرق الدعم قاطعتوا العالم كله ليش اخلاقكم ضيقه على بعض؟ ليش؟ يعني سؤال يا حاتم يا ابو فمي ما انتم بعارفين مثلا حد بعض؟ اعرف مثلا حدود استعمل كود BD1 واحصل على خصم إضافي عند شرائك من متاجر شركاء برنامج زد رصيدك. أبو عبد الله الدكتور عايض قرني أنا أعرف يا دكتور حديث النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ومن لا يرحم لا يرحم السؤالي في بالي بكفالتي للأيتام هل ممكن الله يرحمني ويدخلني الجنة؟ نعم من أعظم الرحمات رحمة اليتيم ومصداق لقول صلى الله عليه وسلم الرحمون يرحمهم الله يرحم الله من كفى اليتيم ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيح أنا وكافي اليتيم كهاتين في الجنة. اللهم صل على صلى الله عليه وسلم. شيخنا جمعية عروة الخيرية عندهم مشروع ويتمنون الجميع يشارك فيه حتى يكتمل 250 ريال سهم الفرد وعن والدينك ب 500 ريال وعن أسرتك ب 750 ريال بس وكفالة المتر المربع ب 2000 ريال وش رأيك يا دكتور؟ هي رحمة والله رحمة وأنا أدعو لذلك لكن أقول لا. لما لا تقول لما تقولون ما لا تفعلون أنا أبدأ وأتبرع ثم أدعو الإخوة يبدون بذلك والله يتقبل منه ومنه الله يكتب أجرك آمين آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم هذا التحويل نعم بعدين جمعية خيرية نعم بعدين لو تكتب فوق عروة بالألف المقصورة طيب توصل مباشرة عروة ايوه طلعت جمعية عروة الخيرية اللي هي أول وحدة أول وحدة نعم طيب ثم بعدها أيقونة الوقف الخيري ثم بعدها الاتجاه للرصيد البنكي رجال لكم بعد الفاصل وأنا من تسببت في هذا الفاصل لأني أنا أملك الجرأة أني أقول أنا من تسببت هذه الفويصل يعني ما عليه مع الحماس ترى مع الحماس وهذا يعني يعتبر أعتقد أنه كلين شيت 25 حلقة بدون فاصل اليوم فاصل واحد شكرا يعني أعرف لك متسابقنا في اليوم ثلاث فواصل
يعطيه العافيه. اللي جماعه من المطعم كله راح نواف السند. تقول شو اسمه ابو فمين؟ ما يصلح الدغاله. ما يصلح صح. اي الدغاله والله ما تصلح. ودك انهم يعني ما يمدون ودك في واحد ما يتكلم. ودك ما يسولف. ودك ما يسولف. طيب لا يمدي يعني اليوم صار معي موقف حي. يقول اقسم بالله العظيم يا اخواني انا توي اعلم بعدي يا عيال امس نمت رجعت انا وتركي الساعه 2:30 يمكن. المهم ما نمت الا كم ممكن 3:30 عندي دوام. المهم واصل لي فجر واقوم طفشان فيني نوم عرفت واتذكر موقف واروح تخيل وافتح التلفزيون وابحث عن المقطع حق السبايك اللي فيه واشغله واضحك اضحك يا يا عيال انا شفت برامج يا عيال يا عيال امس الى الساعه 8 وانا قرك وجيهم وطالع يا عيال يا عيال شلون قرك وجيهم والله اقرب ابو شوف رديت عليه وشوف وجهه صقم ماشي يمضي في راسه في واحد يمضي في راسه بالمطبخ صقر بالبلا ما يبغى وجهه يطلع من الشاشه يا هرب يا الله امس انت شفت للتاريخ انت شفت دحم ضحك سبيه يعني شبيه سامي الجابر امس بالطربوش كذا ذكرني ايام الشباب جارديم كذا جارديم شغال كذا بيرجع الدفاع يلا يلا في جمهور تد علينا وده يضحك هو وده يضحك بس قاعد مو شايب جالس معقليه هي خلاص خلاص اللي خلاص يا جماعه يلا يلا خلاص يا اخو بدل هم صاملين الا يبغون يعني هم صاملين الا يبغون يطلعون. طيب خلال 25 يوم كان في اعمال خلينا نشوف الاعمال اللي قاموا فيها الشباب. انا ما قلت نشوف الاعمال مسجله الاعمال حلو اذا انت المعد وحاطها وما تدري وش اللي فيه مقطع واللي ما فيه مقطع هذه مصيبه. طيب ما في مقطع ما في مقطع. طيب ملخص الاعمال الفنيه من بدايه البرنامج ميلاد دوله كلمات فيصل عويد اداء نواف السند الحان حمد المري فطره عاشق كلمات سالم القحطاني اداء محمد اليابسي شارت فقرة لا تحزن كلمات الشيخ عايض القرني أداء دحام الضحيك مفارق الناقة كلمات مصعب المغرم أداء حسين العبان وين الطيبين كلمات دحام الضحيك أداء متسابقين زد رصيدك الشتاء مع زد رصيدك كلمات دحام ماجد بن نادر ناصر القماش أداء متسابقين زد رصيدك الليل موحش البرايم كلمات شعار زد رصيدك أداء متسابقين إلا أبو لبن وأداء المتسابقين إلا أحمد زد رصيدك تسعة كانت هذه هي الأعمال كلها للشباب موعدين ان شاء الله اعتقد اليوم او بكره تدشين عمل جديد من كتابه الشاعر الانيق العزيز الناقد الاستاذ محمد بن دعيرم واداء دحام الضحيك متحمسين اكيد لهذا العمل. متى في امكانيه نعرض المقاطع؟ طيب حقيقه طول الفتره الماضيه كان في يعني امتعاض واستياء من يعني كثير اشياء تصير مثلا في البرنامج أو من بعض التقصير اللي كان من فريق الإعداد وكنا في كلام اليوم كنا بشكل كبير نلقي اللوم عليه. لكن اليوم وبعد أمس تحديداً نقول شكراً لفريق الإعداد كاملاً بقيادة الأستاذ ناصر الحربي في إسقاط الدخول بنات أخت المتسابق متعب ثايب. حقيقة العمل والأداء والفكرة والإخراج كانت من أجمل الأيام اللي كان فيها زيارة أهالي بوجهة نظري على مر تاريخ برامج الواقع. ليش؟ لأن كان فيها فكرة وفيها تنفيذ. وشكرا للمتسابقين اللي فعلا كان حضورهم وأدائهم مع زميلهم وأنه يعيش القصة بشكل مرتب وأنيق. شكرا فريق الكنترول وشكرا لفريق الصوت. خلونا نشوف المقطع ونرجع لكم من جديد. ستة سبعة ثمانية تسعة لا ما دينا تجينا الحرة دقيقة دقيقة لا 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 ابعد ابعد سد رصيدك سد رصيدك سد رصيدك سد رصيدك سد رصيدك سد رصيدك
طيب استحقون التحية. استحقون. لا ما نستحقون التحية. كيف شفت الفقرة محمد؟ جميلة والله، أنا كنت حاضر حتى كواليسها بعد. يا أخي جميلة، بس يا أخي لعبة بأعصاب. هل تشوف أنها ممكن تكون يعني بداية لعودة متعب تايب؟ متعب الأشخاص اللي حضور على الشاشة. آخر ثلاثة أيام متعب تايب. جدا مطلع. إيه متحرك. تحرك يعني بعد البرايم مباشرة، يعني حسيت أنا حسيت إنه له حركة. الرجال عند الريالتي الحركة أكثر من إنه يسولف، أكثر من إنه يتكلم. على المحور اللي قبله كذلك الأعمال، نتكلم على 6 أعمال بظرف 26 يوم، شيء جميل يعني، وتقسم بالأسابيع يعني بالأسبوع عمل، شيء جدا جميل. شارك فيه 10 متسابقين، باقي 12 متسابق، نتمنى نشوف لهم تواجد باقي الأعمال بإذن الله. فهد، أنت أول من حييت هذا العمل اللي شفته، مشهد للأمانة عاطفي، ومشهد كان يعني هو تقريبا من أندر المشاهد في طيلة 26 يوم اللي وجدنا فيه صدق، يعني كانت مشاعره صادقة جدا ونابعة من القلب. سألت على أن الله يحفظ هؤلاء الأطفال لأهاليهم. المفترض ان يعني الموقف هذا ان شاء الله تعالى انه بيكسر حاجز عند متعب سايب للتطور وللمزيد من الابداع. بالنسبه للاعمال انا لاحظت، انا الاستاذ علي لاحظ ملاحظه يسوون بها، بس انا لاحظت ملاحظه مهمه. محمد المري ما له ولا عمل في هذا الجدول او في هذا القائمه، في قائمه الاعمال هذه، وهذا امر غريب للامانه. يعني لا حمد المري عنده عمل، ممكن حسين العجمي كذلك ما عنده ولا عمل، حسن العجمي ما عنده ولا عمل ايضا. من بعد؟ بندر المطيري ما عنده ولا عمل. انا اعتقد ان الوقت الوحيد المتكرر في هذه الاعمال دحام الضحيك، كان في البرايم، كان في الشتاء. عنده مشاركه؟ ها عنده مشاركه حمد لا نتكلم، انا ابغى عمل. انت مرشد ما انت ملحن، انت مرشد بس ان اللحن شارك في العمل. انا ابغى صوتك. وصوتك يا هو شارك لك، اعطاك لحن، يعني ترى مشاركه تعتبر. يعني انا بصوتك بس انت بانشاد ينشئ. يعني بصوتك الليل مو وحش. لا بس شارك، ترى شارك عنده الحان، لا تقول ما شارك. من هو تدري هو العمل الوحيد اللي ذكر الحان؟ يعني كل الالحان الماضيه هذه متاكد انه شارك فيها متسابقين وبعض المتسابقين، الا العمل الوحيد اللي قال حطوا الحاني. اي واحد عمل ميلاد دولة حمد المري، إيه لأنه هو اللي لحنه. لا أوكي البقية لأن عمل حمد عمل الأمانة يستحق أن يحط لا أفضل. بس ترى حمد، بس حمد الوحيد اللي حط اسمه كملحن، يعني غريب البقية هذا يستحق أنه يتواجد فيه يا أخي. لا لا بدون ثلاجات. الله يرحم والديك. شغب فمي ما بقى ثلاجات. لا لا بلاش دغالة يا حبيبي. الدغالة والدلالة تكفى يا اخوان. كنا نقول حمد، انا كنت اتمنى اعرف يعني حمد، حسين ما شارك في الا في اللي انت ترى راح ترى ولا راح تسمع يا اخي. اسكت يا اخي، شلون ترى؟ نرى ونسمع تسمع بشل اداء. اذن موسيقية الاستاذ فهد. ايضا عيني موسيقية، ايضا ما ادري يعني اذني موسيقية، ما عليه. ايضا يا اخوان الله لا يفرق يا اخي فصل دحام الضحك هو المتحرك في هذه الاعمال، تجده يعني مشارك في 95% من هذه الاعمال حتى بعد الغياب والفتره اللي على طاري دحام الضحك بتعلق صح؟ اي بعلق على الدخوليه متعب ثايب والاطفال. انا بالنسبه لي اراها انها مختلفه تماما، لانها ما هي زي الدخوليات اللي خلاص اهلك موجودين يلا ندخل نضحك. انت واكبت كثير يا سلام بالله، قول لي القصه. انا بالنسبه لي البارح كنت اتابعها لايف. الفكره البارح حتى دايرك يمكن ارسلنا الجروب للناس او ارسلت للخاص، الفكره البارح جدا عجبتني لانه فعلا في تشويق في الموضوع. انه انا اول ما دخل هنا وما شافوا مين انا لخمت بعد في البدايه، بنات وينهم؟ يعد العشرة. بعدين كذا جاني كذا فجاه لمحه انه فعلا توقع الموضوع تسجيل، وجاني تساؤل زي الجمهور كيف سجلوا ومتى سجلوا، لين عاد علمونا الشباب انه كنا نقول لهم روحوا هناك عشان نسجل هنا وتعالوا هنا عشان نسجل هناك. بالنسبة لي الفكرة البارح جدا جبارة مختلفة. البارح الإعداد كان له بصمة في الدخولية جدا جميلة. أشكر المتسابقين شكر عظيم على أنهم أعطوا زميلهم حقه في الجلوس مع البنوتات الصغار، وكانوا واقفين صف واحد محترمين
الدخوليه ومحترمين الحدث اللي جالس يصير مع زميلهم ما تجمعوا على بعض وقتلوا السالفه كامله، لان القصه كلها اعتمدت على اول لقاء ما كنا نتوقع انه فعلا بيصير المشهد اللي صار بين البنوتات وبين متعب. الله يحفظهم ان شاء الله يا رب. انا اشكر المتسابقين واشكر فريق اعداد على اللي صار البارح جدا جميل. اما بالنسبه للاعمال انا عندي زي ما قلت لك ملاحظه اللي هي حمد الوحيد اللي حط الحانه. ما زلت اعتقد انه حمد يعني هو بنفسه مانع نفسه انه ما يكون بصمه اعمال في القناه، وهذا شان خاص فيك لانه جالس يصير الان في مشكله. الان كل اربع ايام ونص جالس يطلع لنا عمل، اذا قسمنا الاعمال هذه على ال 26 يوم كل اربع ايام ونص عمل جديد. فالى الان يا حمد وانت من افضل الشباب صوتا ومتمرس ولياقتك مرتفعه وتعرف الاستديوهات والدنيا دي كلها، الا انه في خلل معين انت ما تبغى تصرف فيه. يعطيك العافيه. بالامس كان في كنترول عند المتسابقين، كان عايض الفارع، كان عايض الفارع في كل مره يقول للمتسابقين خلوا متعب يعيش اللحظه بدون تداخل، لا على الكاميرا ولا يكون في تجمع. هذا وعي موجود عند عايض، نتمنى هذا الوعي انه ينتقل عند الزملاء كلهم، لان اللقطه اللي كانت امس او الحدث اللي كان امس كان من اجمل الاحداث اللي موجوده للامانه. خاص لو سمحت، واذكر والله ما شاء الله تبارك الرحمن على البنات، الله يخليهم لاهلهم ان شاء الله، ولعلها تكون البدايه القويه اللي يعني تنعكس على اداء متعب في الايام الجايه. سلطان الصباح الغايب الحاضر، ودنا نشوف المقطع الغايب ونرجع من جديد. اللي احبك جدا، او انا غيرت الاف، ولكن اللي امزح معه بقوه عادي والله. ها؟ يعني مو محبه بس مزح دفاش. لا 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 مو لا 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 في صدق. روح واصل واصل ابو ثمان، احس انك واجهت بالحياه كثير. بدت الاعدادات تخرب. ليه؟ خلينا نطلع من المود. لا تكلم يا عزيزي والله. لا لك ايش اقسم إيش بالله بين محق. لا 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 البث بث بس موجود، البث موجود. اي إيه سبيكر عشان تنبيه انه في بث. سلطان ما تمنيت ان هذا المقطع يطلع للامانه. اول شيء انكم يعني تعرفون ان البث عليكم واتجهتوا الى الاستعطاف. الاستعطاف دائما من اسوء الاشياء اللي انت ممكن تستخدمها مع الجمهور، وانك انت تتصنع، لان الجمهور في النهايه لا شأن له بظروفك الشخصيه والنفسيه ما دمت انت متواجد على الشاشه. تقدر تكون شخص طبيعي وتقدر تعيش. اعتقد والعلم عند الله ان عند سلطان اكثر. هل هو ما لقى نفسه؟ هل هو فقد اللياقه؟ هل هو عنده رساله واحده هو يبغى يوصلها لليوم احنا ما فهمناها؟ ما ادري. تفضل علي. اول شيء اذكر المقطع انه كان يقول اني كنت احب امزح معاك وزي كذا، صح ولا انا غلطان يا تركي؟ معي تركي؟ اي معك. هو اللي كان يقول اني ابغى امزح احب امزح معاك وزي كذا مع ابو فمي، ولا وشو؟ هو كان مع ابو فمي قبل شوي. اذا كان هو المقصد، شوف انتم تعتبرون على سلطان صح ولا لا؟ انا والله ما اعتب عليه. ما اعتب عليه لانه طول البث راقد ولا الى مع ابو لبن سبت احد اثنين بس، ما في شيء ما في شيء. سلطان انا اصرحها من الان، انا من ضمن الاشخاص، وقلت الفات قبل شوي فاصل، من ضمن الاشخاص اللي انا رفضت وصوت بعدم دخول، لكن دخل بسبه التصويت اللي حصل عليه في ختام مرفوع. لكن انا من ضمن الشخصيات، لو لم يكن هناك تصويت كان من ضمن الشخصيات اللي كان يطلع برا البرنامج سلطان الصباح. ليش الان 26 يوم عطني سلطان ماذا فعل فيها؟ ولا شيء. 26 يوم سلطان وش سوى في البرنامج؟ ولا شيء. 26 يوم ماذا أضاف سلطان في البرنامج؟ ولا شيء. 26 يوم وش سوى اختلاف لو حرك إيش قد كذا؟ ما سوى ولا شيء سلطان الصباح، فقط نايم، وإذا جلس على البث ساكت. ليه؟ ليش؟ عشان ما يفقد التوتر فيه. ترى الآن هو متوتر. وش يحتاج؟ ما يحتاج شيء، يحتاج يطلع برا البرنامج بس. ما بس يحتاج انه زايدة. يحتاج انه ما يكون في صدر رصيدك بس، هذا اللي نحتاجه احنا. من جامل سلطان في توازن ما هو من جامل، هو اخذ التاهل الكرت بالتصويت.
والامور تصويت كم تصويت محضر. تصويت من بس تصويت مادي معلوم. تصويت مادي في ماراثون انه هو صوت تصويت مادي ودخل كم تفضل انا بالامانه سلطان الصباح يعني غير مقنع في الشاشه من ايام ماراثون كما سبق وكما اسلف اخي علي لعله برز في ماراثون بروز بسيط من ناحيه انه كان يجيب معه دميه وفقد هذه الدميه التي كانت يعني زيتونه كان يسميها زعتر او زعتر وكانت تلاعب تلك الدميه ثم فقدها اصبح الان سلطان الصباح بلا هويه بتاتا غير موجود انا شوف انا اتمنى ان الانسان لا يكون مثل المياه الراكده كن متحركا اثر في المجتمع اللي حولك او اثر في الاجواء العامه اللي حولك يا اخي اثبت ابد راسك مع الناس ولو بغلط انا غلط شوفوني موجود عشان أخطيت. اثبت بشريتي واثبت اني موجود انا لست جدار انا لست جمال انا لست شجره لست ايش شجره لكن اما ان يكون وجودي وعدمي واحد فهذا غير منطقي للامانه يعني لا مشكله شفناها فيه ولا مشاركه ولا مبادره ولا قومه ولا قعده متسدح او مع النابغه اللبني احيانا تنازل الله يجزاه خير ويلعب معه سوى غيره صفر على الشمال الى متى اعتقد ان سلطان الصباح هو كذا شخص معه هم مجرد زياده عدد في البرنامج لا يهشون ولا ينشون يعني لو خرجوا خارج القريه ما علمنا سلطان صباح لو هرب من القريه يوما كامل والله ما علمنا سلطان صباح لو اختفى ذاب كالملح في الماء ما علمنا الا بطريقه واحده ممكن ندري ان اهله يفقدونه يعني ممكن اهله يدورون له عرفت يفقدونه يدقون على ولدنا فين بعدين نرجع للسجلات نكتشف معنى متسابق اسمه سلطان الصباح لذلك انا ارى او اقترح على النقاد الكرام اقتراح ان المتسابقين زياده العدد نحن نرقمهم بالارقام المايكات عشان ما ننسى والله المتسابق رقم 6 المتسابق رقم 10 المتسابق رقم 12 افضل في الاول والاخير الارقام افضل من السبائك الذهبيه عشان عشان ما يضيع وخلي لنا واحد عند الباب لين ضاع ولدكم يا فلان ضاع اي بس بس سلطان الصباح يخسر وينك الان اخترعوا للاطفال ترى سواره عرفت اذا ابعد من ظني من داخل المحيط والله ترن تصيح خلوها عندنا موجود اير تاج في ابل لا 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 يبي له شحن يبي له اسلاك والدنيا انا سويت سيرش على اسم سلطان الصباح في اليوتيوب تمام المفروض ان اول مقاطع تظهر لك تدر رصيدك وماراثون ينزل تحت بكثره المقاطع تمام اول ما تسوي سيرش بعد يمكن رابع مقطع او ثاني مقطع على طول يطلع لك ماراثون سلطان الصباح اول مقطع ويمكن من المقاطع اللي ظهرت لي يمكن 8 و9 2 منها و3 منها هو نايم في المطبخ مع عبد الجميل هو يصحي ولا يقومه قم قيم اخوياك ولا قم رقد ولا المفروض انك تلاقي لك سرير البقيه ما يوجد اي شيء سلطان الصباح رايك فدام سلطان الصباح اخوي محمد انا اول شيء بتكلم على المقطع والكلام اللي قلته انت الاستعطاف الاستعطاف اسوء شيء يظهر على الشاشه اسوء شيء يظهر على الشاشه يعني الخلافات ما في مشكله الريالتي الدفاشه ما فيها مشكله تقدر تطوفها بس الاستعطاف يا اخي شكله قبيح على الشاشه يعني والناس تفهم الناس تفهم تدري انك قاعد تحاول تكسب من الاستعطاف ثاني شيء لو نقسم المتسابقين الفئات يعني في شعراء في منشدين في فئه الريالتي ريالتي الريالتي يعني عندك علي العمري على سبيل المثال علي العمري رجال يتحرك يا ولد تشوفه يسوي له سالفه يصنع له قصه يسوي له شيء ليش سلطان الصباح ما يتعلم العمري اذا انتم يعني مثلا الحين المفروض تكونون على قلب واحد سلطان الصباح قم الحين روح عند العمري قول يا ولد بكره اسوي لي جدول اسوي اي شيء يتحرك لما انا سلطان الصباح الشيء اللي شفته منه طول البرنامج تحت الهواء جانا سوى القهوه صب لنا قهوه ودخل داخل غيره ما شفت له اي شيء نهائيا طيب هنا في تويتر سيدة تقول كيف أصالحكم توني أدري أن معهم متسابق اسمه سلطان هنا كاي تقول أتفق سلطان صباح وكم متسابق زيهم زي عدمهم في البث في متسابقين من اللي يطلعوا يستحقون الفرصة هذه أكثر منهم فيها يعني كذا اسم أنا رزان تقول أنا أول مرة أدري أنه في شخص اسمه سلطان الصدق يعني نتمنى انه حتى الجمهور يشاركنا رايه وشاركونا اسم المتسابق اللي يستحق السحب على 100 ريال خمسه متسابق راح انا اتمنى تفضل. باسمي وباسم الاستاذ علي تفضل انه سلطان الصباح يخرج ليش خصيت علي الحاله بس لاني انا وياه نتفق في فكري طب ممكن احنا نتفق معك انا ما علي فيكم انا متفق مع الاستاذ علي لا لان معك شوف بنخليها حزبين نخلي إيه كلام اليوم كلام اليوم ستريم 2 إيه اشتراك ايوه 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 حزب شنو تتمنى؟ شنو تتمنى؟ شنو؟ أتمنى أن يخرج إبراهيم. أنت ويا علي. لماذا؟ أنت تتمنى؟ شنو؟
هو معي خلاص وبلساني خلاص خلاص عندك لا والله صحيح نتمنى انه يخرج ابراهيم لمصلحته ترى خروجه ابراهيم هذا سيصب هل انت اعلم من سلطان بمصلحته في الحال نعم. انا بالنسبه لي اتمنى انه يطلع ويجي دغش بداله والله تبي تسوي تصويت ما عندي مشكله تسوي تصويت اذا بيرجع دغش والله دغش نحسب طبيعه المنافسه في زيد رصيدك برضو طبيعه المنافسه مو شرط اللي يسوي ممكن انه يتحرك بس يخش رصيده طالع عمرك ممكن يوصل النهائي محمد محمد بس انت محمد. ما انا بتكلم هو قال عن طبيعه المنافسه يتكلم عن متسابق يعني صعب عنده خبره بهذا الموضوع تفضل سبعه شلوك سبعه شلوك هنا الدوم خطا خطا والله خطا سبعه ردوك ردوك جابوك اوكي طبيعه البرنامج جمع رصيد ممكن توصل النهائي والله والله معك قلت صح بس انه يعني اثبت تواجدك في البرنامج بس وش كيف ممكن يثبت تواجدك ممكن انك توصل النهائي وتاخذ المركز الاول وما حد يعرفك هذه مصيبه ايه توقع قد صارت هذا الصح اللي يقول محمد دعينم صح انه عادي طبيعه البرنامج انك تحط فلوس في جيبك تموت جوع توصل النهائي ما عندي مشكله ما حد يعرف 90 يوم وش سويت طلعت بنتائج انه احد عرفك طلعت بنتائج انه قدمت شيء مفيد للجن حقول الانس للجن نفس الكلام مثل الشعب يقول ما حد حاج الا يبغى المغفره الان انا اتيت البرنامج ابحث اذا كنت ابحث عن مركز فانا ابحث عن مركز ابحث عن عن جماهيريه اذا كنت ابغى ابحث عن مراكز فقط فهناك ماراثونات تقيمها يقيمونها الناس في حفر الباطن في حائل شارك في هذا الماراثون ماراثون حقيقي يعني اركض الى ان تصل خذ مركز الى ان تاخذ طيب عندنا حسن العجمي انا اقرا نداءه وش تبي يرتب والله يرتب عندنا حسن الهجمه تفضل عندك عندك مشاركه قول سمنا صوت هذا احس متحسين بعض اليوم فمين حاتم الحربي فانا بينكم وشو دحام شغال صح لا لا اكمل اخوي فهد لو سمحت اخوي فهد لو سمحت اكمل ولا تفضل طيب ولا ايش اكمل ولا ننهي الحلقه لا تنهي الحلقه هذا صوره القرار الاداري اللي طلع فيصل نياب 700 ريال رصيدي حسن العجمي بعد مخالفته وقرار من الإدارة بمنعه من المتجر يرفض ويقاطع فريق دعمه أول مرة تمر في برامج الواقع أن في متسابق يقاطع خلاص بعنا من صورته كم شايف البداية أربع جزء يقاطع كلام اليوم ويقاطع فريق دعمه ليه جينا جلسنا قلنا يا حسن العجمي عشان ما يقول تركي جلس معي أنا ما جلست معه جينا جلسنا صفة الجماعة كإدارة كإعداد لأن حسن من المتسابقين ما شاء الله يعني نشيطين عندنا وكل يوم يعني يغني لهجة خلاص لا تغني لا تغني اللي هنا في السعودية تمام وشو زعل زعل ولما جت الفعالية قال ما راح أسويها ليش قال لي أنتوا خذيتوا المتجر طيب فريق دعمك فريق دعمك اللي تعب اللي يدعمونك واللي الآن يكتبون في التاج عشان العجمي عشان العجمي لازم يأخذ المية لازم يأخذ المية هل زعل الفعالية مبرر ليش برر لان الاداره اصدرت عقاب له في المتجر إيه؟ هو الان حسن العدمي يقول ما قدمت الفعاليه لانه انتم سويت فيني قرار اداري نعم وما سوى كذا هو في قرار نفسه يعتقد انه انا اذا منعت القناه ما اقدم الفعاليه ما راح افيد القناه فهمت هو يحسب هذا الشيء هو جاسم بيبر جالس معنا هنا فيعتقد انه حرمنا الان نحن نقول اوه متحسبين ليه تقدمها جعلك ما قدمتها اهدأ يا شاروخة ما عندنا مشكلة اقعد في الغرفة ما عندي مشكلة أنا أعرف تفاصيل الحدث كاملة تفضل أعرف رواية معينة أطلع من زاوية يلا أعطي الزاوية من زاوية أي زاوية الزاوية حقك الزاوية حقك طب 90 يلا غطت من أسمع كذا جاني حسن وخذيت مسكته عرفت من التفاصيل حب حب لكن روايته لا تصدق ولا تكذب حتى نسمع رواية أخرى أنت بنيت وجهة نظر الإدارة حقيتهم في سلب المتجر منه صح؟ طيب صح ولا صح؟ هذا كلام قبل شوي ممتاز الولد جاني قبل شوي قال أنا ما أجل ما تأخر الوقت ولا قدمت الفقرة غير صحيح على كلام غير صحيح أنا على كلام خليني أكمل أنا بعلم النقطة الثانية يقول وكيل المتجر اللي جاني قال أنا جبت لك مددنا العرض وجبت لك ساعات إضافية للمقدمين قمت أنا أعطيت أحد المقدمين ساعة قاموا سحبوا مني المتجر حلو هل ترى ان فيها في صلاحيه الاداره يسحبون المتجر لهذا السبب
طيب إذا متعهد المتجر يقول لك أنا ما أعطيت حسن هذه المعلومة، وأنا أعتقد بل أجزم أن في فرق بين منافستك في البرنامج وبين فعالية يجيبها لك فريق دعمك، مو أنت اللي تحدد انطلاق الفعالية لأن في فريق إعداد. هي ما في ربط بين. طب ليش جمعها مع بعضه وما سوى الفعالية؟ أنا سألتك قلت هل أنت أجلت فقرتك عشان شو اسمه أجل؟ لا هو قال أنا أجلت لين تأخر وقت. قلت أكيد مو عشان سحب المتجر. قال لا مو عشان سحب. إحنا نناقش الآن يا أستاذ محمد. دقيقة إحنا الآن كيف صرت معه إحنا وهم قاطعيننا؟ منو؟ كيف صرت؟ كلهم جو يسلمون علي يقول يا هذا محمد عير من تنيق. شلون صرت معه إنه قاطعين؟ مو بس مو يسولفون معي. لا قاعد يشوفون. محمد يشوفون إيش دراهم؟ كيف سولف مع حسن العيني؟ أبرجع لك. زيادة على هو مقاطعني محمد. هو مقاطع. كيف سولف معك؟ بنرجع لسالفة بس تدري إن الفعالية من ثلاث أيام؟ إيه معليش. قال من ثلاث أيام. من ثلاث أيام كل يوم يأجلها. كان بينهم كان متسابقين. لا لا أنا حط. لا 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 انا روايته هذا اللي قالها لي هذا اللي قالها لي طب هو من ثلاث ايام ياجل الشباب يقول ما يجي لي وقت إيه؟ يقول ما يجيني وقت عشان ادي الفعاليه كامله يقول ابعط الفعاليه كل حاجه حلو لان الاعداد في كل الاعداد في كل مره يروح له من ثلاث ايام هو يقول انا مالي خلق الشباب مو جاهزين طبعا هذه العاده جرت على كل برامج الواقع ان المتسابقين دائما يعلقون كل الاشكاليات فعاليته بالنهايه باي وقت يقدمها يا استاذ تركي لا في جدول للمتسابقين عندي جدول يا حبيبي مو جاي على مزاجك انا ثلاث ايام قاعد احكك بعدين تجي تقول الاداره منعتني طيب اليوم احنا اليوم الاربعاء بكره الخميس نومينيه انا عندي يمكن يطلع برايي عندي مبالغ ابي اعطيها هذه روايه انا فكان هذا عندنا سؤال استاذ تركي على فكره استاذ علي اكيد كيف تحدث مع حسن وهو مقاطع حسن من تحدث وياي حسن كيف هو مقاطع كلام اليوم ايه شلون تحدث مع حسن مع هذا هم مقاطعين البث المباشر البث الغير مباشر ما يقاطعون مخلص عشان مخربات بعد ما نخلص حلقتنا كلهم يجون يسلمون استاذ نبي نصور معكم تكفون متى نرجع من المقاطعة متى نرجع من المقاطعة اعطونا رايكم اعطونا شوركم واحنا ما نعطي راي ولا شور لان احنا ما نقدح في فقرتنا في النهايه احنا يعني مهنيين بشكل كبير خربنا عليكم صح متسابقين هذا هم هناك متسدين تفضل انا راشد الاستاذ محمد عين اخذنا الى جانب مختلف مسألة المتجر هي مسألة مختلفة الرواية التي ذكرها حسن العجمي وذكرها محمد عرم على حسن العجمي على حسب ما وردني أنا الأستاذ علي باسم الأستاذ علي غير صحيح حلو اللي حصل غير صحيح وهذا أمر منفرد بحد ذاته إحنا نتكلم الآن ما هي علاقة مقاطعة فريق الدعم عشان المتجر وهل يرى الأستاذ حسن العجمي أنها دائما غطي في اسمها وانه مهم الى درجه احنا بنموت يعني اذا ما طلع فعالياته هو اشغل انا فريق دعمك عندنا فكره والله العظيم هو الان يقول باجل صح؟ نعم اجل الى اجل غير مسمى اجل لا تسويها نعم لا تسويها ما نبغاك والله ما نبغاك ما نبغاك اقسم بالله اني ضد انا ضد فعاليات فرق الدعم ترى المتابق ما يسوي فعاليه عشانك عشان المتابقين اوكي لا 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 حبيبي لا حبيبي هو يقول احنا ما نبغى محمد ما راح يجيك نطاطيات تروح تلعب في دمعيان لا لا هو وصل مرحله متسابق انا الان وجدت عشان اجيب محتوى للشاشه نعم اجيب محتوى يعني لو لا قدر الله فقررت اني انسحب ستسقط القناه انا اطالب اي متسابق ويحاول رفع راسه لهذه المرحله مع السلامه قمع. في 26 متسابق في التصفيات ينتظرون يسخنون وهذا المفروض اللي هذا الكلام باسمي باسمي باسم فهد معيان ما فهمتم لا لا ما عليه في النهايه ترى في النهايه يعني راي انا ودي ما دام هم مسخنين نروح لحاجه جدا حلوه واعتقد ان الجميع ينتظرها الجمهور النقاد المتسابقين القابعين في غرفهم الاباء الامهات الصغار الكبار المعلمين فرق الدعم. المعلمات فرق الدعم الذين انضموا الينا بعد المقاطعه الجن والانس بعدين دقيقه والفرق الدعم دقيقه شكوا احنا حسن المقاطعه فريق دعم احنا طق 80 كيلو عشان لا احنا نبين في النهايه في نهايه فقرتنا احنا نبين ما شوف جرب فريق دعم الحين تدري المقدمه كلها راحت هاي مقدمه انا ودي انك تشوف الشاشه تشوف الشاشه شوف المقدمه كذا سبحان الله بعض الناس تجي تقول لا تقول هذا الخير يقول ما معي معون هذا مثل عندنا عندكم هذيك بدون ما مش مشكله شلون بيدي لا بكلا. شوف الشاشه مفاجاه لك لي انا اي يلا انا عدل تشخيص Mm-hmm.
وده مليان اصحابه وشو له يطار اسمك والمعاني وضيوف انت اجمل من القصيد اللي يروح هبا اخاف لا قصر بوصفك يا عذب الوصف واشبهك بالقمر واشبهك بالضبا والله ورب الحرم واللي بمكه يطوف انت الوحيد الذي حلال معك الربا يعني لو ترحب بمره علي اوف اوف ردي عليها دبل يا مرحبا مرحبا يعني لو ترحب بمره علي اوف اوف ردي عليها دبل يا مرحبا مرحبا يا مرحبا يا دواعي فكرة الفيلسوف بعد الغياب المرير اللي بصدري رضا كم كنت قد الفراق وكنت قد الظروف يا فارق القد يا ابو ذكريات الصبا طاح المطر والشتا جابك وقلتك حروف والشوق ويا مرايش السحاب يهبا أنا بدونك عقارب ساعتي ما تطوف يجري بك الوقت واللي غبت عني حبا قمة ذكاء المحبة والغلا فالشغوف إذا تعامل مع اللي يعشقه بالغبا كم طاح والمغرمين بمرغمين يا بدا من محبتهم طوارف نبا ماني سليمان لو خاتم وسط الكفوف عسى عيوني تقوم بدور هدهد سبا يا أخي شفتني وأنا أسوي كذا ليه ما علمتوني زين الله يسامحكم يا ولد مأجلها 17,000 مرة بكرة 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 شنو أنت حسن عزمي كل يوم تأجل خلاص كيفي تكلم والله كل منكم يا أخي صدق والله يا أخي والله كانت هذه مفاجأة الله يخليكم ليه زين على طول زين ليه أنتوا ليش قاعد تعاملوني معاملة متسابق يا أخي لأن أنت السال لا لا ما أقصد الذبة ليش كنت تقول مفاجآت والله تستاهل والله طلعت يا أخي والله والله العمل الجميل فريق دعم وما شاء الله تبارك الرحمن يعني شهادتنا فيك مجروحة يعني أشوف يعني اجتمع العلمين دحام الضحيك شكرا جدا ومحمد بن دعيرم اللي زاد هذا العمل توهج العمل والمخرج احمد الحاصل الله يعطيه العافيه اللي ما قصر في اعمال كثيره تفضل عطنا تعليقك على العمل قد اطلبه دحام الضحيك قبل البرنامج كانت الفكره انه يدشنا قبل البرنامج بس قال يا ولد تدري شلون خلني ادشنا في البرنامج قلت ابدا وياك بس انا ناقد انت متسابق حقاقا للحق حقاقا للحق تواطؤ ها انا سكرت عليه الباب بشور على طول فهد كيف شفت العمل لا صراحه لا قل الصراحه لا لازم تعلق لا تعلق شوف الاستاذ علي يتكلم بلسان الانسان لا تعليق ما يكفي تعليقك يا استاذ تركي الحمد لله بس قال لا تعليق صدق صدقك والله تعليقك الحاله تبون نطلع كيف تبغى والله تعليقك الحاله وعمل بين متسابق هناك نعم كيف تبغى ما في لا شيطان حاضر اسمع نحن الان
محمد علم من طلابي، عرفت؟ انا استاذه، وعلي الغامدي استاذي واستاذك، عرفت؟ لم نرى في مسيره المهنيه مثل هذا الفعل المشين ان يتواطى متسائل. تخيل مقدم يجي يصور فيديو كليب، شو مقدم؟ لكن هو قدم الدليل والبرهان يا محامي بان هذا العمل ما قبل ما قبل الفيديو كليب. فين صوره الخيمه هذه؟ شلا ما غير برنامج لك حسام فيصل بن هدلان. حسام فيصل بن هدلان كيف اتتني معلومه ان التصوير صور بعد المقاطعه؟ لا ايوه كذا ايضا تواطا مع حسن العجمي بعد. يا شباب لاحظوا شويه، لا بنسمع الرد، نسمع الرد. هذه ليش ما تعتبر سابقه؟ اللي هي بين بين المتسابقين والنقاد، ليش دائما النقاد يكونون ضد؟ لكن سابقة لك سابقة سابقة كارثية. العكس سابقة لك افتخر بها. العكس والله براءة ولا تحسب ولا تحسب. من فين؟ قسم بالله ان هذول احسن نسخة. زد رصيدك من 10 سنين. احسن من نسختكم؟ احسن نسخة. متى اول نسخة زد رصيدك؟ متى اول نسخة زد رصيدك؟ 2012. الاورو احقاقا للحق. الاورو احقاقا للحق. وصلنا كذا نهاية يوم خلي يمدح خليه يمدح تكفى خليه يمدح احقاقا للحق. والله ابو سالم لا غبار عليه كشاعر وكرجال وظهور جميل، وتحسب له الأمانة انه يعني يساهم في دفع المتسابقين الى النجاح. أن يعني يعني أن يأتي متسابق مسكين يريد أن ينجح فيأخذ قصيدة من نابغة وهامه مثل أبو سالم، ترى هذا تحسب في سيفي دحام. شكرا أبو سالم على القصيدة. أنت تمدح منه وتقدح منه طيحت حظ. أنا أنت اللي تخصني دحام ما يخصني. خلنا نتكلم. على الله الفيديو كليب والله حلو. صوت دحام حلو والله، صوت دحام رائع والله ممتاز. والفي العمل متكامل. خلنا نرجع نقولها. نعم. انا اقول شكرا لمحمد دائرم لانه فعلا وجد كلام اليوم. نعم. واعضائه منهم محمد دائرم لدفع المتسابقين للنجاح ان شاء. نعم. الله انا اقول عمل جدا مميز يستحق هذه المفاجاه اخوي محمد. الله يخليك ويعلي بالله. لكن افتقدنا الطرطه اليوم، لو علمنا استاذ تركي كان حضرنا طرطه لك وقلنا لا هذا ناصر الغامدي يجي هو يجي باي وقت. طرطه ناصر الغامدي الله يعطيكم العافيه. شكرا لكم. اعتقد انها كانت من اجمل الاختاميات اليوم بهذا العمل. يستاهل دحام. شكرا محمد وان شاء الله مزيد من الاعمال في الأيام الجاية. شكرا لكم نقادنا الأعزاء الأفاضل. أنا أعتقد بل لازلت أجزم بأن يعني فقرة كلام اليوم هي الأساس وهي المحرك الرئيسي لبرنامج زد رصيدك اليوم الثالث للمقاطعة. لم نفتقد المتسابقين أبدا لأن تواجدنا هو من يبحث عنه الجمهور دائما وأبدا. لكم أن تتخيلوا يعني خلال 26 يوم سابقة المتسابقين والجمهور كانوا يعني ضدنا، اليوم الجمهور معنا ضد المتسابقين على هذه المقاطعة. لأن البرنامج منكم وإليكم يا متسابقون، نتمنى منكم العودة للمواجهة فنحن أقوياء شاوس نحتاج خصم قوي. شكرا لك أخو العلي. شكرا لك يا حبيبي تركي. أتوقع على حسب ما سمعت ورأيت البارح ظهر مقطع للأخ دحام في أحد بثوثه. صح ولا لا؟ المقطع ذاك حرام إنه فضيح. تفضل. المقطع هذاك لا بد أن نعلق عليه ضروري. لا ضروري. ضروري ضروري صح صح صح. مقطع ظهر الدحام في أحد بثوثه بعد الهوى البارح لما أخذ جائزة في إنه يبث مباشر، فكان يقول يبدو امتعاضه من المقاطعة وكأنه هو ما يبغى بس زملاء غاصبين في هالشيء، فكان يقول اليوم بإذن الله اليوم بإذن الله إنه نرجع ونحل الموضوع. لكن هو قال إذا جبتوا لي صقر جاكو أنا يا دحام حلو بنرجع كلنا يوم. نرجع مقاطع يعني إيش كلهم تبع دحام ولا لا لا لا, لا, لا بس ترى قبلها كان موضح إنه بيربطه بصقر جاكو. بس قبلها كان يقول ما ودي ولا ودي أشد عن أخوياي. صحيح. هو ما يبغى يشد عشان ما يطيح في مقولة من شد حمد شد. ما في خير حمد. نعم. المري. نعم. فلذلك نقول هذه المسألة يعني نحطها عند دحام نشوف هل دحام فعلا راضي ولا مو راضي. صحيح. نطلع من هذا الموضوع ونقول جزاك الله خير تركي بيضرب وجهك. بالنسبة للوقف وقف الرحماء في جمعية عروة يجمع مصارف كثيرة ويجمع أمور كثيرة، صدقة جارية، كفالة أيتام، تبرع، سقي الماء، كل هذه الأشياء اللهم لك الحمد مسهلة لك. سابقا وقديما كان واحد يطلع من بيته يدور المسكين، يدور الواحد اللي يحتاج الصدقة عشان يوصل له إياه وتكون يدا بيد. الآن كفوك شر هذا الموضوع أو عناء هذا الموضوع، تصل إلى الناس المستحقة لهذا الموضوع وتبع الجمعية وأنت مرتاح في بيتك. فقط مجرد أنك تدخل الكود وتدخل حتى على الجمعية من خلال تطبيق الراجحة أو تطبيق بنك، تكتب اسم الجمعية وتضع السهم اللي تريده بالمبلغ اللي
تبغى. شكرا لك يا حبيبي. يعطيك الله العافية. تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم ما بعد، صلى تعالى أن الله يوفقنا وإياكم لكل عمل صالح. إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: يكون كل امرئ يوم القيامة في ظل صدقته. الشمس تقترب من الناس قدر من الناس قد رميل، فمنهم من يغطيه عرقه إلى كعبيه، ومنهم من هو إلى ركبتيه، ومنهم من هو إلى صدره، ومنهم من يغطيه عرقه كله إلا أصحاب الصدقة والسبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. الصدقة من جاه للعبد، من جاه من عذاب القبر، ومن جاه من عذاب النار. الصدقة النبي، والدليل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة. شق التمرة يعني نصف التمرة، فما بالك لو تصدق الرجل بسهم مستدام يذهب ريعه إليه إلى يوم القيامة. السهم هذا يكفل اليتيم، لعل اليتيم هذا يكون حافظا للقرآن، لعله يكون إماما، لعله يكون داعية، لعله صلاته وزكاته وصيامه أجرها كلها لك دون أن ينقص من أجره شيء. فأسأل تعالى الله يعيننا وإياكم على عمل الطاعات. نعم بإذن الله. في المتبقي من المبالغ باقي 200 وباقي 100 وسحب من الهاشتاج. نبدأ سحب معك محمد متسابق. إيه بس ودي نوضح آلية السحب يا شباب. اللي يكتب صقر بن بلال هذا ما حسين لعبان ما ناخذ. دقيقة دخل على، أنا عندي تعليق اليوم بس على قول الأمسية الشعرية اللي صارت الشعراء إيه؟ فيصل مياب ودحام وضحيك و وفيصل عويد بدار التركي مشبب. هو يقول أنا بخليها كل يومين ثلاثة أيام. الأمسية جميلة جدا، شفنا وجهات نظر غير الشعر، تكلموا وتفصلوا في أمور بين الإنشاد والشلة واللحن والقصيد الغنائي والقصيد المنظوم وكذا. كانت أمسية جميلة جدا. الأمسية إذا أعطيتها طابع رسمية تقدر تطلع شيء مفيد، أما إذا صارت بجلسة رياليتي وكذا راح تكثر فيها المقاطعات. لا تسويها كل يومين ثلاثة أيام، سوى أسبوعيا، واللي حظه يكمل وياك في البرنامج كان بها، وأنت براسك كانك موجود بعد استمر فيها. الله يعطيك الصحة والعافية. نبلش السحب. عندي إيه عندك أول اسم. بتسحب عنا اسمين اليوم عريس الليلة إن شاء الله. الله يخليك لي والله. أتمر لا لحن. عايض الفارق. اخترت خلاص. عايض الفارق. أول اسم إعداد سجل عايض الفارق 100 ريال رصيدي. الاسم الثاني. خالد الزايد. لا 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 الزايد. احب مشيهم بالخير الربع خالد الزايد احمد العصيمي. دقيقه انت معنا في البرنامج والله اكتب خالد لا تسحب لا تسحب كمل كمل السحب فهد عندك اسمين يلا الله بعض الناس بدك تتفاهم معه. سلم خويه وسلم الدنيا مدعير ليش انت عامل اليوم بس ما تسوي كذا والله اصبر قول احنا نسحب يا اخوان والله طلع لي ولد اصبر تركي عطني والد ضح ها والله هاي يا ولد تكفى الاسطوره ها مالك ابو لبن ما صدقت صدقت ورني تغريده احد قفلت الجوال وافتح الجوال قفلت الجوال افتح الجوال ما اعطي جوالك والله قفلت والله قالك لا ايضا ترى انت ذمتك مالك ابو لبن انت ذمتك لا لا انا ذمتك لا والله انا ذمتي ان فيصل بن حدلان فيصل بن حدلان 100 ريال من السحب تاج كم عندي اسم عندك اسمين يلا ها عندي اسمين ليه ما عندي اسمين انا عكسك والله عدت منك يلا طيب اختار فيصل عويد فيصل عويد تمام يلا اسم الثاني يا حبيبي تاك عندك معلق بالهير مش كذا حطك تحت تحت يلا ابشر الثاني نواف السند حلو الاول فيصل عويد الثاني نواف السند طيب ان شاء الله انه مو معلق عندي ان شاء الله انه مو معلق عندي التغريده طيب معلق من اللي فاتح معه دعيني. انا فاتح معك يلا اختر اسم وورني الاسم لا الثقه الثقه احنا قايمين على الثقه وعلى العلاقات الطيبه طيب اللي اسماء متكرره اختاره ولا مختاره ها اللي اسماء متكرره اختاره ولا يختار اقرب اسم علي العمري علي العمري الف مبروك باقي 100 ريال رصيدي عندك علي حقه الاسبوع تهديها لمن 100 ريال رصيدي اهديها
والله لو ما يبقى متسابق في هذا الكون إلا هو، إنه ما إلا التمني مرة. أنا أعطيها متسابق عبد الله الزهراني. عبد الزهراني يعطيك العافية. متبقي 200 ريال رصيدي، 100 لعلي العمري و100 لفيصل بن عدلان، يعطيهم العافية سفراء الوقف. دعواتنا لهم إن شاء الله أنهم يستمرون. نعم. رسالة لجميع المتسابقين في النهاية، يعني البرنامج فيه مواقف جميلة أنكم أنتم تتخذونها، والجميل أيضا أن البرنامج يكمل والمسيرة تكمل. اليوم تمنينا تواجد دحام الضحيك، نفرح أنه وياه ونستانس بفيديو كليب وتجينا. تمنينا أن الإعلان للشيخ محمد اليابسي أنها تكون على أكمل وجه، لأنه يستحق هذا الشيء، وهذا جهده وجهد جمهوره. رسالة لكم في الأخير، النسخة نسختكم، إن أردتم النجاح لها عليكم الالتمام فيما بينكم، نحن لسنا إلا موصلين رسالة. في أمان الله. اللي عليكم بالله عليكم اعطوني فلوسي خلوني اشرد من وليد قشران. I'll see you.